sketch the following. عندنا هاي الكلاس فيها one data member فيها one pointer of the same type and shorted to null. نروح لهون. هاي استدعاء للديفولت constructor. constructor مش معرف. نستخدم الديفولت. فنعمل sketch. إذا رحنا لهون هذا النود N1 well. هون N1 شو في X فيها 0 وفيها مؤشر null next مؤشر إلى null. هذا موجود في الهيب وطبعا labeled N1. هذا الجواب. هسا sketch this list كمان. Sketch the following. أول شيء عندنا N1 في A في 0 أو N أشر shorted to null يعني 0. هسا N2 هذا N1. Next instruction is N2 A N2 equal new A from this one come out class XP0 A dot or other next now come out. But then next instruction I take N2 next equal N1. N2 next equal N1. هاي N2 فهي بلتغي بتودي وين على هذا بصير يأشر على هذا النوت. اوكي شكرا. اوكي كمان sketch this. We have a class, we have defined the constructor on, هي constructor. لاحظ انه بنعدي له integer وبنعدي له pointer of type A. يعني لاحظ هون ال A. بعدين assign them x equal A, next equal B. بنحط بال next B. فلما نستخدم هاي الانستركشنز هون بنروح A head equal new 5 now. فكيف نعمل السكتش؟ هذا اللود أول نخلق لود بالذاكرة بنستدعي الكونستراكتور بنحط 5 هاي القيمة بالصف هون بعدين بالصف بالإكس أو إكس تساوي 5 بعدين next equal B بنعدي هاي النل إلى ال B فبصف بالنكست نل فبنروح نحط هون هيرو وهون نل هسا ال H بتكون بالستاتيك ميموري هذا هي هون هاي الستاتيك ميموري فيها H عين على هذا النوت لأنه keyword new عادة العنوان وين بالهيب هو موجود. So new is a function call استدعاء الاقتراء له في العنوان. هسا بالانستركشن التالية هاي tail خلقنا tail هاي طبعا head هون
أسوي تيل هون أخلق تيل، وهاي الصف وين معينا على هيد على نفس المكان. هسا نكمل سكتشينج. خلقنا نود، لاحظ هيد نيكست إيكوال تو A6 null. فنروح نخلق next، بدها تعين على نود ثاني امن خلقناه اللي هو هذا، وهذا شوف في الداتا تايب 6 الفاليو الاكس من هذول اثنين، وفي next null لأن عدنا له null، فصفى بالـ b on a null، بعدين next صفى في null. هسا هاي بدها تساوي هاي، يعني تحكي head next equal to، هاي تلتغي فنصفي head next هون. هسا هاي الانستركشن شو بتعمل؟ بدنا نرحل الهيد، بدنا نخليه يساوي هيد نيكست. لاحظ انه هيد وبعدين هيد نيكست بودينا لهون، صح؟ بود من هون بعدين بنروح لهون، بصفي هون هاي المحطة اللي نقف فيها. فهسا هاي الانستراكشن head equal head next، نلغي هاي هسا لأنه head صار head next، نروح لهون head head next. العمارة الجديدة اللي بهاي بدي نروح لهون، هسا head صار مؤشر هون بدل ما هو مؤشر هناك. الهيد بتابع العناوين. هسا بدنا نعمل واحد ثاني هاد هاد next equal to new a سدالة constructor نحط فيه 7 وبعدين نودي له null. هاي الانستراكشن اول شي خلينا نعملها، اذا فيش اخطاء فيش اخطاء. هاي الانستراكشن بتحكي انه كمان نخلق نود بنحط فيه 7 اللي استدعينا الكونستراكتور هذا، حط بالـ X 7 وبالـ B حط فيها null. اوكي عدينا الـ null هون، اوبس حط فيها null، فهي بتأشر على null يعني shorted. هسا الـ instruction الثانية الجهة الثانية هون تحكي انه head next بده يكون مؤشر على هاو، فهي تلتغي head next مؤشر على نيورال نود الخلق بالذاكرة. هسا بنرحل هذا النود head equal to head next. هاي الانستراكشن شو بتعمل؟ تحكي انه هيد يساوي هيد نيكست احنا هون، فبنروح على الهيد زي هيك بعدين بنصفي هون هيد نيكست هذا المكان.
الساحات بدأت ترحل على هذا النور. هاي طلعت وهسه صبينا بـ20 هون، العنوان لهذا موجود بالحد. كل مرة نغير هذا العنوان اللي هون. هسه بدنا مثلا لو بدنا نطبع القيمة في الهاد سي ار، تشوف وين هو مهشر هاد، بعدين اكس لازم نستخدم العرب لانه بوينتر، فنروح نعمل فهم المفروض يطبع لنا 7. وين الران هون؟ مش موجودة هيا، هاي شيء 7، والله الشرع 7 هسه، الهيد هذا بقى الشرع على 7. هسه بنروح نخلي التي يطبع أول وحدة، بعدين هاي، بعدين هاي. التي تشتغل كالتيل، هاي تشتغل كماركر أو يعني زي علامة إنه وين البداية. هسه بنصير نمشيها، نقول إنه سي أوت تي إكس، شو راح تطبع؟ راح تطبع هاي، بنروح لهون، هاي التي، بس خلينا نغير اللون، هاي التي، إذا تروح لهون، توقف، طبعا هي مهشرة هاي، تطبع الإكس اللي فيها، فتطبع 5. هسه بنلغي هاي الأربط 7 تبعت الهيد، فنروح نعمل ران. أوبس، في عنا غلطة، شو هي؟ تيل هاي مش هيد، تيل. نعمل ران، هاي 5، هاي موجودة هون 5، صح. هسه بدنا نروح نطلع اللي وراها، نلغي هاي. وكيف بدنا نطلع اللي وراها؟ بدنا نروح على الهيد هنا، عاملين على التيل، غير اللون هذا، نروح على التيل، وبعدين ننزل نيكست، بعدين نطبع الداتا اللي هون، المفروض تطبع 6، فسي اوت، راح نكبس هون، سي اوت، تيل، بعدين بنروح على النكست، يعني بنروح على التيل هون، بعدين نكست اللي له، بعدين بدنا نطبع اللي فيه، القيمة اللي فيه اللي هي اكس، هسه لازم يطبع لنا 6 اللي هي مكتوبة هون، لاحظها، هسه نعمل ران، هيها 6، هسه نوصل 7، بدنا نروح على التيل هون، بعدين بنروح نيكست ونيكست حتى نصل 7، صح؟ ونطبعها، فنعقب على هاي، نروح نطبع سي اوت تيل نيكست نيكست، وبعدين اكس، نعمل ران، نحط فاصلة، لازم نطبع 7، هاي 7 انطبعت، سي، احنا لهون، بعدين نزلنا هون، بعدين نزلنا هون على النكست، نمشي لما نوصل لهون، هسا بدنا نروح نعمل لوب لتيل. شو صار عندنا؟ well هي هيك، إذا تتبعوا طبعنا الليست، يعني next next next، نروح على ال تتبعوا
نتبع هذا الكود. أول instruction هاي A hit U A 5. هسا بتروح على الهيب أوبس نرجع هاي وبدنا نحط أزرق ولا هاي. بتروح على الهيب زي هيك حط فيه هيد. هذا الهيد أول شيء بده يروح يبلش هون هاي يو 5 نو، فبدي يستدعي الكونستراكتور. هاي بالصف في 5 وهاي بالصف في نو وهاي بالصف في 5 وهاي بالصف في نيكست نو. النيكست فيها نو صف. نروح على الذاكرة مثلها، فالإكس فيها 5 هاي 5 والنكست طبعا هي بوينتر وفيها نو. هسا هذا مؤشر هيك على هذا النوت. هاي كيورد نيو عادة عنوان حطته الستاك. هاي اس ام وهاي الهيب هون دايناميك ميموري. اوكي هسا بدنا نروح نعمل تيل. صار تيل، خلقنا تيل هون. وين هاي؟ عملناها تساوي هيد. هسا هي معينها الهيد كمان نفس المكان. هسا الانستراكشن اللي بعدها عملنا another node هون هيد next تساوي new A6 null. فروحنا لها هون هاي صار فيها 6 هاي 6 وهاي null وهون عندنا null. فبصفى عندنا انخلق نود هاي الجهة في 6 هاي 6 وهذا null. اوكي عملناه زي هيك، عملناه زي هيك هو مش نال، عملناه زي هيك هو نال. هسا بدنا نروح لهون. هاي خلصنا منها، خلقنا النود الجي هاي. هسا بنروح هيد نكست يساوي هاي اللي هي هذا البوينتر. بنروح من هيد بعدين نكست راح يأشر هاي تلتغي راح يصفي هاي اللي هون. اللي وراها مكتوب هون head next يساوي new 7 null. فهسا نروح لهون نخلق نود جديد أو نحط فيه 7 لأنه عدينا هاي للإكس وهاي لهذي. هون عندنا 7 للكونستراكتور يعني هون عندنا نال. هسا الانستراكشن هاي هيد يساوي هيد نيكست. هسا الهيد اللي كان هون مهشر هاي رحلت من هون كانت صارت هون. هسا هيد يساوي هيد نيكست هيد يساوي هيد next. فهي بدها تروح تلتغي وبنحط عنوان جديد فيها، عنوان البوينتر للأوبجكت اللي خلقناه جديد وصفت هون. أنا هاي التاب هاي التاب. هسا نروح نوقف، حطينا 7 نوقف لهون. بدنا نروح على اللوب. هسا اللوب ايش راح يصير فيه؟ عندنا تيل التيل بحكي انه while tail next does not equal null. اوكي هاي ترو لانه مهشر التيل حاليا مهشر هون مش عمل. ندخل سي اوت تيل اكس فنطبع ايش؟ 5.
as a tail تساوي tail next tail تساوي tail next. فبدي نروح لهون بعدين بدي انزل على النكست الصف نحطها بالتيل، يعني عنوان هذا اللي هون بصف بالتيل، فبمعناه آخر بدي نلغي هاي وبنرحل التيل إلى هون. هسا سي أوت تيل إكس هنطبع إيش؟ ستة، لأنه فيها ستة هون. هسا سي أوت تيل إكس خلصنا منها، تيل تساوي تيل نكست، هسا نروح على تيل، تيل نكست هون، معناته نرحل من هون، بنيجي من صفي هون. هسا تيل تساوي تيل نكست عملناها، نرجع لللوب. هسا اللوب ايش بحكي؟ while tail next does not equal null، بس يسي tail هاي والنكست هون بعدها null، فبالتالي يطلع من اللوب، فبطبع هذا الرقم هاي false الكونديشن، فبنصبر رايحين على next instruction اللي هي سي اوت تيل اكس، فشنو راح نطبع؟ 7، لأنه هاي تيل اكس هاي احنا هون ب 20، فيطبع 7. اوكي شكرا.